إن موقف دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت على الدوام منذ عهد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، هو دعم العراق والوقوف إلى جانبه في كل خطواته لما فيه مصلحة شعبه وتطلعاته إلى التنمية والرخاء ومواجهة مختلف التحديات التي يتعرض لها. إن هذا المؤتمر وما ينطوي عليه من دلالات مهمة من حيث المضمون والتوقيت والأهداف هو خطوة مهمة ومؤشر أساسي على طريق عودة العراق إلى دوره الطبيعي المأمول في محيطه الإقليمي والدولي، وهو ما يثلج صدورنا جميعاً ويبعث إلى السعادة والتفاؤل. ولا شك في أن الحضور الإقليمي والدولي الكبير والرفيع إنما يعبر عن اهتمام المنطقة والعالم كله بدعم العراق والوقوف إلى جانبه خلال هذه المرحلة التاريخية المفصلية التي يمر بها.